سيد سفير بين اليوم، أيوة. مرحب حضرتك في دولة حضرتك الثانية مصر، وأحب حضرتك تقول كلمة للشعب المصري. الشعب المصري أتمنى له كل خير، طبعا هو شعب شقيق ونعتز به، لأن مصر هي قلب الأمة العربية والطبيعي. فالشعب المصري بحكم موقعه مصر كان دائما في طليعة الشعوب العربية في نضالها من أجل الحرية، من أجل التقدم، من أجل العدالة الاجتماعية. وإننا في المغرب نتطلع دائما بتقدير إلى ما يقوم به هذا الشعب، ونتمنى له دائما باستمرار كاملة التوفيق والنجاح في مسيرته العظيمة. سيادة السفير، رأي حضرتك إيه اللي بيحصل في سوريا دلوقتي؟ إيه السوء اللي حصلت دلوقتي ما بين البلدان العربية لوقف الحرب على سوريا؟ كيف؟ وقف الحرب على سوريا، البلدان العربية أو السفراء العرب، ماذا تم في الاجتماعات؟ لا، السفراء العرب وكل الشعوب العربية أولا تتألم للمأساة التي تعيش سوريا منذ 30 شهرا الآن، يعني منذ أكثر من 2.5 سنين، وترجو وتأمل من أجل أن تتوقف هذه الحرب المدمرة التي دمرت الشعب وجعلت الملايين من السوريين يهاجرون كلاجئين في الدول المجاورة، كما أنها أسقطت عشرات الآلاف من القتلى. إذن إننا أمام مأساة، وأنا لهذه المأساة أن تنتهي وأن تتوقف، وبالتالي فكل الشعوب العربية تتطلع إلى ذلك اليوم الذي تتوقف فيه هذه الحرب المدمرة ويعود لسوريا الأمن والسلام والاستقرار في ظل الوحدة الترابية، وفي ظل سيادة سوريا، وفي ظل أن يقرر الشعب السوري مصيره في بناء دولته القائمة على الديمقراطية والحرية.